يا جماعة والله هي الكرة كده، هي أسرار كرة القدم دي لازم تكون محتفظة بيها لنفسها، ولازم تكون عليها هالة كبيرة جدا عشان خاطر هنا بتكمن العظمة وهنا بيكون الإبداع. يعني الماتش مثلا اللي أنت مستني إن ليفربول يكسب فيه مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد علشان خاطر يبرز الهيمنة بتاعته السنة دي، وكمان مانشستر سيتي الناحية التانية هيقفوا لهم ممر شرف. يعني الدنيا بالنسبة لليفربول في الطموحات في السماء وكل حاجة متظبطة. هو نفس الماتش برضو اللي تلاقي إن الكرة واقفة فيه في صالح مانشستر سيتي، واقفة معاهم بوقفة غريبة جدا ما حصلتش 31 ماتش. مكان فين؟ مكان فين من الاول؟ كنا محتاجين امك تعملي معانا كده، وكنا محتاجين ان ايدرسون يتعمق، كنا محتاجين ان ساديو ماني والمنافسين ضدنا يتاثروا باي حاجه. بس ايه الحكم كده؟ سبحان الله، هي الكره عايزه سيتي يكسب النهارده. بس سيتي هل ما استحقش ان سيتي يكسب بالاربعه وان هو يكون بيرخم على ليفربول في ليله ليفربول بيحتفل بيها بالدوري؟ لا، في كلام كبير قوي وممكن مش تخسر حاجه لو دخلت معانا بالفيديو، يعني مش عيب ولا حرام. بسم الله الرحمن الرحيم. مبدئيا وقبل اي حاجه، مبروك لكل جمهور ليفربول على الدوري اللي كان غايب بقاله فتره طويله جدا، ومبروك لجماهير مانشستر سيتي على فكره ان الفرقه في روح كويسه بتقول ان الفرقه بتحاول ترجع اللي فاتها، وفي روح بتقول ان يا جماعه الفرقه اخيرا لما كملت لقينا ان في اداء، ولقينا ان في ريحه حلوه من شغل مانشستر سيتي اللي احنا كنا بنحب نتفرج عليه. مبدئيا مش تخسر حاجه لو عملت لايك او عملت سبسكرايب، لو عيب ولا حرام. انا عارف ان 4-0 كانت تقيله، خصوصا يعني ان انت رايح ملعب الاتحاد وعامل في دماغك ان لا ليفربول هيروح يجيب له جونين ثلاثه لمحمد صلاح علشان خاطر صلاح يرجع للمنصه مع اوباميانج، وكمان ليفربول يروح يثبت كمان ان هو مهيمن على انجلترا السنه دي ويكسب السيتي في معقلها في الاتحاد. بس انا عايز اقول لك حاجه بسيطه، بيب جوارديولا كان معاه اسئله كتيره قوي وهو نفسه جاوب عليها قبل ما الماتش ما يبدا. علشان كده لما بدا الماتش بدا بطريقه كويسه وبدا بشغل نوعا ما كان ممتاز جدا، وهو كان قريب في دماغه. ايه بقى الاسئله اللي بيب جوارديولا ممكن يكون سالها لنفسه؟ انا عارف ان يورجن كلوب هيلعبني بنفس الطريقه اللي بيلعبني بيها من ايام بروسيا دورتموند، مش هيخليني ان انا ارتاح في ان انا اطلع الكره من تحت وهلاقي ان في دايما في ستاره واقفه قدام لعيبتي في الخط الدفاع وهي بتطلع الكوره. ستاره فيها ساديو وفيها صلاح وفيها فيرمينيو، ومن وراهم هلاقي فينالدوم بيضم كمان علشان خاطر يمنع ان الكوره تتباص لعيبه نص الملعب، وكمان هلاقي ان لعيبه ان كمان جوردن هندرسون من الناحيه الثانيه قافل، وال4 3 3 بتاعتهم كل واحد هيكون قافل على طرف وهيكون منعين تماما ان الكوره تخرج من تحت بطريقه صحيحه. هل بيب جوارديولا كان مقرر ان هو يكمل 4 3 3؟ لا، وهنا بقى كان الابداع وكان عنصر المفاجاه اللي يمكن بيب جوارديولا غير في الطريقه النهارده علشان خاطر اخيرا اكتشف ان كيفن دي بروين معمول علشان خاطر ال 4 2 3 1. لعبها فعلا الماتش اللي دي بروين كان مكسر الدنيا فيه الماتش اللي فات برضه، لا الماتش اللي احنا كنا كسبانين فيه هو قبل ماتش تشيلسي لعبنا برضه التريتي كنا كويسين جدا ولعبنا بال 4 2 3 1 برضه بدي بروين كان ممتاز جدا. بس النهارده دي بروين لا، دي بروين بيثبت في الماتشات الكبيره انه لاعب من طراز كبير جدا، وال 4 2 3 1 ممكن تكون معموله علشان خاطر كيفن دي بروين. وانت بتبدا الكوره من تحت من ايكاي جندوجان، لما بينزل ايكاي جندوجان عنده مشكله في ان هو بيطلع بالكوره بطريقه مش ممتازه قوي، ممكن تلاقيه في مره طلع بباص عالمي قوي، وفي مره ثانيه ممكن تلاقيه بيباصي باصه غلط ويخرب لك الدنيا، وتلاقي ان لعيبه ليفربول متاح عليهم ان هم يعملوا هجمات. بس المشكله بقى ان الكوره النهارده كانت عاطيه ليفربول ظهرها، ولما الكره بتديك ظهرها حتى لو الخصم اللي قدامك عمل غلطات كتير وعمل مشاكل كتير، هتلاقي ان مثلا محمد صلاح لما بيعمل كوره حلوه قوي بتلاقي ان هي جت في العارضه وبتترد، بيغلط فيها مندي كالعاده، يعني ما عندوش اي استعداد ان هو يعمل حاجه صح، وبتلاقي ان ساديو ماني بيغلط، وساديو بيكون اوت اوف فورم النهارده، وفيرمينيو طبعا اوت اوف فورم من اول الموسم، بس علشان ليفربول غلب فانت مضطر انك تقول لا فيرمينيو وماني وصلاح كانوا مكسر، مع ان الموسم ده موسم صلاح وماني، اما فيرمينيو لا، فيرمينيو في ماتشات كان بيختفي وفي ماتشات ثانيه كان بيشيل الفرقه. ونص الملعب مش عايز اقول لك ان نص الملعب بتاع ليفربول كوارث، ولا نص الملعب بتاع ليفربول فيه مشاكل كتيره قوي، اذا كان هاندرسون او اذا كان فينالدوم او كمان اذا كان فابينيو. فابينيو اللي ما كانش ممتاز قوي النهارده، فابينيو اللي عنده مشاكل كتيره قوي في الماتشات الكبيره، فابينيو اللي تحت الضغط بتلاقي ان هو بيواجه مشاكل كتيره في ان هو يطلع الكره بطريقه صح. بس النهارده ليفربول كان مانع ان هو الطريقه دي، لا احنا هنسيب الكره طول الوقت لمانشستر سيتي وهنلعب باللعب اللي احنا متعودين ان احنا نكسب سيتي بيه. طيب هل اللعب ده نفع؟ اللعب ده ما نفعش خالص، عشان خاطر كيفن دي بروين كان مسموح له ان هو يتحرك في اي مكان جوه الملعب. دي بروين يروح ناحيه اليمين يروح ناحيه الشمال يعمل اي حاجه، دي بروين كان بيعرف يبدا الهجمه صح، وكمان كان بيعرف ياخد الكره العاليه الطوليه صح، كره على الارض كره هوائيه، دي بروين كان بيعرف ياخدها لك وينزلها الملعب للعيب بتاعك. وكمان 4 2 3 1 كانت ممتازه، ان انت في الحاله الدفاعيه بتلاقي ان فيل فودن بيرجع يغطي، وانك بتلاقي رحيم ستيرلينج بيرجع يغطي، فنوعا ما تقدر ان انت تقلل من خطوره ساديو ماني وصلاح. خطوره ساديو ماني اللي كان خطر جدا الشوط الاول، اللي كان دايما بتلاقي فيه ورا كايل ووكر، كايل ووكر اللي دايما ممكن لو لعبت وراها هتلاقي
كنوز ومفاتيح ذهب، ودي هتكون بالنسبه لك زبطه. بس هو الماتش سبحان الله يمكن تقول كده ان هي كل الظروف ساعدت في مانشستر سيتي، حتى كمان طرد فرناندينيو ممكن يكون ساعد السيتي، علشان خاطر لو فرناندينيو كان موجود كان هيبدا النهارده اساسي. وفرناندينيو كلنا عارفين ان في الماتشات دي بيواجه مشاكل كتير قوي في الكرات الهوائيه، يعني هي سبحان الله جت من عند ربنا ان فرناندينيو ما بيلعبش، فتحس ان كل حاجه كانت متظبطه لمانشستر سيتي. وكمان لما تلاقي ان السيتي بيبدا بالتسجيل هدف الاول من ضربه جزاء بيغلط فيها كالعاده جوميز، ودايما ان هو بيسمح للمهاجم ان هو يحطه في ظهره، بس رحيم ستيرلينج لف بيها لفتين عظمه، وضربه الجزاء بينفذها كيفن دي بروين بطريقه ممتازه. الشوط ده فضل زي ما هو، برضه ال 4 2 3 1 فضلت زي ما هي، بنعتمد على كيفن دي بروين، بنعتمد كمان لما دي بروين بينزل يسقط في العمق بنلاقي ان جيسوس طلع لقدام او خد طرف، بس كالعاده يعني جيسوس في كل الحالات بتلاقي ان هو اوف سايد، فجيسوس سيبك منه علشان خاطر طول الوقت هتلاقي ان هو اوف سايد، فدور على رحيم، شوف رحيم لما بيجي ولعب له في العمق، رحيم اللي بيقدر ان هو يسجل هدف. وكمان كيفن دي بروين يعني لسه مكمل زي ما هو، ابداع يابا. يمكن اجمل حاجه في ال 4 2 3 1 بتاعت بيب جوارديولا ان هي بتكمن في قدرات كيفن دي بروين الرهيبه جدا، سواء الراجل كور عالي بيعرف يجيب لك الكوره من الهواء بينزلها على الارض، او كوره على الارض ومتاح لك ان انت تباصي في ظل الضغط الكبير جدا اللي انت بتلاقيه من ليفربول، هتباصي وكيفن دي بروين هيدور على ان هو يطلع لك الهجمه بطريقه ممتازه جدا. دي بروين النهارده كان عالمي، وعالميه كيفن دي بروين الشوط الاول خلت ليفربول الموضوع بالنسبه له صعب جدا. الاسيست العالمي اللي عمله فيل فودن في الهدف الثالث حاجه تحفه، والفينش كمان اللي بيعمله رحيم ستيرلينج في الهدف الثاني دي حاجه بتفكر ابراهيم ستيلينج اللي خسر السيتي اساسا من اول الموسم بسبب فينشاته اللي كانت غلط، ويعني جدير بالذكر ماتش تشيلسي اللي هو بيحط للتشبايه الغريبه دي. بس انا مش هنتكلم في كده، انا هكلمك في حاجه ان عادي يعني ما فيهاش حاجه لو الكوره عطتك ضغراها في يوم ولقيت ان انت بتخسر بنتيجه كبيره، مش عيب ولا فيها اي حاجه ولا بتقلل من فرقتك ولا فيها حاجه، بالعكس بتقول لك في جرس انذار ان انت ركز في خصوم متاحه ليك الموسم الجاي والموضوع هيبقى فيه خناقه كبيره. ده معناه ان انت ما تفرحش بالدوري اللي انت جايبه بعد 30 سنه، لا يا عم افرح واعمل اللي انت عايزه والف مبروك ليك على الدوري وانجاز عظيم جدا وارقام قياسيه كتيره جدا. وكمان لو كملت بالطريقه اللي انت ماشي بيها دي وكسبت 6 ماتشات بتوعك الباقيين هتلاقي ان انت عديت رقم السيتي الجيرسي في النقط، وهتلاقي ان انت كل حاجه بالنسبه لك زي الفل. بس اهم حاجه حط في دماغك ان في جرس انذار ان انت في منافس عظيم جدا اسمه مانشستر سيتي قدامك الناحيه الثانيه. بالنسبه لجمهور السيتي فعايزك تطمن ان الفرقه اخيرا ممكن تلاقي ان هي فيها بصيص نوعا ما من الامل، ان احنا اخيرا بقينا بنعرف نباصي من تحت، واخيرا كمان لقينا ان مندي بيعمل جيم نوعا ما جيد دفاعيا برغم اخطائه الكارثيه. بس هي نتيجه لما وصلت ل 2-0 لقيت ان في ثقه زياده جدا جت لعيبه مانشستر سيتي، عكس الناحيه الثانيه ليفربول لما لقيت انها خسرت 2-0 و3 وكمان 4، لا دي حاجه اول مره يحصل لهم في اول الموسم، فطبيعي انك تلاقي ليفربول ماتش كارثي ماتش كابوس، اللعيبه مش مصدقه ان هي احنا ليفربول واحنا خسرانين بالطريقه السيئه جدا دي. لا الموضوع بالنسبه لليفربول محتاج تفكير، وكده كده يعني الماتش مش هيفرق اي حاجه لا في ترتيب الفرقتين ولا في اي حاجه، بس هو شويه معنويات هيديها لعيبه السيتي في مواجهه ريال مدريد في دوري الابطال ان هي كسبت البطل بطريقه عظيمه جدا، وكسبت البطل باكتساح جوه الملعب، وحاجه هتخلي ليفربول مقلق شويه من لو الفرقه دي ما كملتش وعملت ماركاتو ممتاز في الفتره الجايه هتلاقي ان الفرقه بتواجه مشاكل في نص الملعب تحديدا. بس كل ده مش مهم، المهم بس ان انت تقول رايك، والمهم انك ممكن تعمل لايك وممكن تعمل سبسكرايب كمان لو عايز، مش هتخسر اي حاجه. وهارد لك يا صديقي، وبالمناسبه صاحب القناه صاحب هذا الفيديو مانشستراوي زميلي.